جدا خطير. وضح انه اكثر من 23% من الاطفال في المجتمع السعودي تعرضوا للاغتصاب الجنسي. اوكي، يعني حوالي ربع اطفال ربع السعوديه حوالي ربع متعرضين. الاطفال السعوديه متعرضين للاغتصاب الجنسي. 62% من هذول الاشخاص من يعني لم الأطفال. لا عفوا، هم الظاهر انه هذه الدراسه سواها على طلبه الجامعه. اوكي، فكان 23% تعرضوا للاغتصاب الجنسي في مرحله الطفوله. 62% منهم كان من طبعا ما صرحوا لاحد ابدا، ويرجع هذا الموضوع لانه اللي اغتصبهم من الاساس او اللي تحرش فيهم كان من احد الاقارب. نعم. وفي الدراسة هذه ذاكر أنه أكثر من 16% من الأقارب، يعني تحديدا 5% من الأخوة والأخوات، 2% من المعلمين، و1% آباء وأمهات. في دراسة أخرى أو هي كانت دراسة مسويتها الدكتورة إنعام الربوعي. أوكي، هذه الدكتورة هي رئيسة قسم جراحة الأطفال في مستشفى القوات المسلحة في جدة. نعم. ذكرت أو حذرت من أنه السنوات القادمة سوف تعاني أو نعاني كمجتمع من حالات منتشرة جدا جدا من الشذوذ الجنسي. أرجعت هذا السبب للاعتداء الجنسي على الأطفال، وكثرة الحالات اللي ترد للمستشفى من الاعتداء الجنسي للأطفال، كذلك العنف الاجتماعي الذي يقع على الطفل. وذكرت كذلك أنه في المستشفى بالمتوسط يأتيهم كل تقريبا 3 حالات في الأسبوع هذا اعتداء جنسي. أوكي، وش يكون مصير هذه الحالات لما توصل؟ والله أنا ما أدري، بس هذا اللي يعني هذا اللي ذكرته على فكرة بجريدة الوطن السعودية، يعني كانت بمطبوعة، وأنت عارفة جريدة الوطن من جرائد اللي جدا ثقة. نعم. بالإضافة لذلك في دراسة في مكتب الإشراف الاجتماعي، هذه الدراسة برضو خطيرة جدا. تقول هذه الدراسة إنه نسبة 46% من الطلبة في مدينة الرياض يعانون من الشذوذ الجنسي، 25% من الطلبة في مدينة جدة يعانون من الشذوذ الجنسي. إذا أغفلناها معناها نحن ما احنا واعين لحجم، لأن هذه الأرقام تكون سريعة، فجأة تلاقي مجتمع صار مفتت هش. لما يكون عندنا نسبة من الطلبة والأطفال أو المراهقين شادين ومثليين، هذه مصيبة، مصيبة حقيقية. يعني أنت ما عندك مجتمع قوي فعلا. يجب أن فعلا ننظر لهذا الموضوع بنظرة أكثر جدية. طب هذا يعني شيء جديد في السعودية أن تنشر في عبر الصحف مقالات، هناك مقالات كتبت عن الموضوع كثير. الدراسات التي ذكرتها ما تعتبرينه شيء جديد لا، في السعودية؟ لا هو مش جديد. يعني الدكتورة هناء المطلق كانت من عام 96 تكتب عن التحرش الجنسي، تكتب عن اغتصاب المحارم كثير، يعني هي من أول الناس. كذلك في كثير ناشطات حقوقيات وناشطات في مجال الطفل بالذات، يعني في من زمان، وفي لجان عندنا في مستشفيات. يعني ليس هناك رفض من قبل المسؤولين لطرح مثل هذا الموضوع؟ لا لا.